النفايات الصناعية. النفاية هي مادة ليس لها قيمة ظاهرة أو واضحة أو أهمية اقتصادية أو منفعة للناس، بيد أن هذا التعريف يتغير مع الوقت والقوى الاقتصادية. على سبيل المثال، فقد كانت نفايات الورق على مدى السنوات الماضية يتم دفنها في حفر الردم الصحي في حين يتزايد الطلب لتدويرها. ومن الجدير بالذكر أن بعض النفايات قد يكون لها قيمة مفيدة كبديل للمنتجات، بينما يسبب استخدامها تهديداً أكبر لصحة الإنسان وللبيئة، مثل حق الزيوت الملوثة المستعملة لاستعادة الطاقة، والتي قد تبعث الرصاص إلى الهواء، ومن ثم يجب أن تعامل كنفاية. إدارة النفايات وأثر التحضر: إن كمية النفايات التي يخلفها الفرد يومياً آخذة في الازدياد نتيجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتطورات التقنية، حسب التطور الذي طرأ على مستوى الحياة والاستهلاك لبعض المواد المعبأة في زجاج أو بلاستيك أو كرتون أو علب وخلافها.